خبرني شوي كديبيوت تبعك، كنت متوقع يكون بهالصعوبة ضد رأفت؟ صراحة بتوقع كابتن رأفت، يعني حضر له فايتات شفته ما شاء الله، عنده كتلة بدنية جيدة، عنده طبعا ماستر كاراتي قوة، الدفاع عنده قوي، حتى اللو كيكس ثلاثة ما شاء الله قويات، حتى الجاب الاوفر هوك اوفر ارم تبعه، بس الحمد لله كنا ماشيين على خطة والحمد لله مشت زي ما بدي. يعني احنا كنا ناويين نخلصها لما اتمرن لثلاثة راوند مش اثنين او مش واحدة، والحمد لله مشت معي للفيرست راوند. الحمد لله الباك جراوند جوجيتسو عندي اكزاكتلي بنعرف الباك جراوند جوجيتسو تبعك، بس حسيتك انه كنت حابب توقف وتعمل برول معه. خلينا نحكي الفيرست راوند كانت زي تيست للكابتن رأفت، والحمد لله يعني الراوند 2 بدأت شوي في صالحي الحمد لله. يلا مبروك مبروك محمد، الفريق برايم الجيم عرب ام ام اي زاهي، شكرا لكم ديزرت فورس طبعا، شكرا شكرا.